مرحبا واهلا وسهلا فيكم جديد على قناتي على يوتيوب روز هيلث. حكينا في الفيديو السابق عن الاندر ارم بيجمنتس او اللي هم تصبغات او سواد تحت الابط، وحكينا عن الاسباب او المسببات التي تساهم في ظهور هاي المشكله. في فيديو اليوم رح نحكي عن اشياء ممكن احنا نعملها حتى نقوم بتفتيح هذا المكان، اشياء علاجيه وهوم ميد ريميديز او احنا نسميها مستحضرات موجوده في المنزل حتى نقوم في تفتيح هاي المنطقه. اول شيء رح نحكي عنه انتقاد او فكره ازاله الشعر. حكينا بالفيديو السابق انه الكريمات ممكن تعمل اذى، النتف او باستخدام الواكس او الشمع كمان ممكن تعمل اذى لهي المنطقه، حتى الحلاقه كمان انها ممكن تعمل مسامات وتسبب بغمق هاي اللون. طيب شو الحل؟ افضل حل على الاطلاق اللي هو ازاله الشعر بالليزر. ليش؟ ازاله الشعر بالليزر تضمن انها تشيل الشعره من الجذور، فبالتالي تقوم باغلاق المسام بشكل كامل، واللي هو حيخفف بشكل ملحوظ اسوداد المكان المنطقه او غمقان اللون بسبب وجود هاي المسامات. الشغلة الثانية لازم نحكي عنها اللي هي عملية الفرق. كثير منا بفكر التصبغات هي تراكم أوسخ، لكن فعليا هو تراكم لون تحت الجلد واللي ما له علاقة أبدا في الفرق. فمنلاقي ناس بفرقوا بطريقة عنيفة لدرجة انه بيصيروا يتحسسوا او ممكن يصير عندهم مشكلة في الجلد ويصير تصبغات بسبب هاي الفرق. فالأصل انه نقوم بعملية فرق قوية شهريا مرة واحدة بس او كل فترة بعيدة، لانه عملية الفرق المستمر ممكن تسبب لي في ظهور التصبغات. بالنسبة لفقرة العلاج، أحماض الفواكه أثبتت جدارتها في التخلص من التصبغات، لذلك بهاي المنطقة ممكن نستخدم في أشياء مستحضرات متوفرة في الصيدليات تحتوي على الجلايكوليك أسيد. الجلايكوليك أسيد متوفر في كثير تركيزات، لكن التي أنا بفضلها أو أطباء الجلدية كمان بفضلوها في منطقة الأندر آرم اللي هي من 6% إلى 9%. طيب كيف طريقة الاستخدام؟ أول ما بنشتري هذا المستخدم بلش نستخدمه، بنحط تقريبا إنش لإنشين، يعني مسافة صغيرة تحت الأبط حتى نشوف جسمنا بتحسس من هذا المركب ولا لا، وبنتركها من فترة 10 دقائق إلى فترة نص ساعة. لو شفت أنا ما عندي أي تحسس بإمكان استخدم هذا المستحضر بكل أمان، لكن يجب استخدام هذا الكريم على الأماكن السليمة. كيف يعني؟ لازم ما يكون في عندي التهاب أو ما في عندي أكزيما أو ما في عندي جروح أو حروق في منطقة الأندر آرم أو تحت الأبط. يتم تطبيق الجلايكوليك أسيد مرة يوميا، ولازم بعد كل استخدام أو وبعد ما نغسلها لازم نستخدم موشترايزر أو كريم ترطيب حتى نضمن أن المكان يضل رطب وطري. بالإضافة للجلايكوليك أسيد في كتير مستحضرات متوفرة في الصيدليات لازم تكون for sensitive area، يعني لازم تكون مخصصة للأماكن الحساسة. وصلنا على الفقرة اللي كل الصبايا بتسأل عنها وبتحبها اللي هي الهوم ميد ريميديز، اللي هي أشياء أو خلطات طبيعية نحن بنعملها في البيت حتى نقوم بتفتيح هذا المكان. طيب شو هي هاي الأشياء؟ رح نذكر فقط طريقتين أو ثلاثة اللي نحن مبنيات على أساس علمي واللي احنا هدول بنفضلهم. أول طريقة اللي رح نحكي عنها هي اللي هي استخدام الكركم الطبيعي أو العضوي، ولازم يكون مخصص للبشرة، مع اللبن الرائب. بيقوم بخلطها وعمل زي العجينة، بنستخدمها على الأندر آرم أو تحت الأبط، بنتركها بنفردها كشكل عجينة وبنتركها من 5 إلى 15 دقيقة، بعدين بنغسلها ونستخدم كريم ترطيب بعدها. كمان ممكن نستخدم البابايا مع اللبن الرائب، وكمان بنفس الطريقة بنقوم بعمل خليط أو عجينة، وكمان بنفردها في منطقة تحت الأبط وبنتركها من 5 إلى 15 دقيقة بعدين بنغسلها. تنبيه مهم، ابدا ما تستخدموا الليمون او الباكنج سودا او هي الكربونات الصوديوم في السنسيتيف اريا او حتى اي مكان في الجسم. ليش؟ لانه بيحتوي على مواد كيماويه قويه ممكن تسبب لك حساسيه، ممكن هي تسبب في ظهور هذا اللون. لكن ان كان ولا بد بتفضل تستخدم الليمون، بفضل انك تضيفي فقط نقطه واحده او نقطتين على الخلطه اللي انت حابه تستخدميها. طريقة أخرى كمان ممكن نستخدمها اللي هي ماء الزهر مع العسل مع الكركم الطبيعي، وكمان ممكن نعمل فيهم عجينة ونخلطهم ونحطهم بشكل عجينة تحت الأبط من 5 إلى 15 دقيقة. كمان مرة بننبه الليمون إذا كان ولا بد إنك تستخدمي، مع إني ما بفضل نستخدمه، نضع نقطة واحدة أو نقطتين في العجينة. هاي الخلطات غير مخصصة لأصحاب البشرة الحساسة، أصحاب البشرة الحساسة كتير حتأثر عليهم بشكل سلبي، فبالتالي مش أي خلطة بننصحهم يعملوها. حكينا الأفضل هو استخدام الكريمات الجاهزة المتوفرة في الصيدليات، لكن إن كان وكنا من جماعة الخلطات الطبيعية هدول أفضل 3 طرق حتى نقوم باستخدامهم. إن شاء الله تكونوا استفدتوا في الفيديو، وما تنسوا تعملوا اشتراك بالقناة وتبعتوا لأصدقائكم.